بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مزرعة جودة فرج لسلات الماعز والأغنام، مرحبا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه عن أهمية الرضة وفوائدها في أعلاف الأغنام والماشية. بادئ ذي بدء، أحب أن أنبه إلى أهمية مراعاة الحرص في التدريج بأي علف مقدم الحيوان. يعني معنى ان اي علف جديد هنقدمه للحيوان ما نقدموش مرة واحدة، لا نضيفه بنسبة الربع 25% من العلاقة القديمة لمدة 3-4 ايام. بعد كده بعد الاربع ايام يبقى 50%، بعد اربع ايام تانيين يبقى كده. ليه بقى؟ لكي يتعود عليه الحيوان حتى لا تحدث لكمة وتتأقلم فلورا الكرش على العلف الجديد، ولكي لا تحدث أي اضطرابات هضمية. وأولا أوصي باستخدام الرضة الناعمة، حيث أن فوائدها أكبر وأفضل من الرضة الخشنة، حيث أن محتواها من البروتين أعلى ومحتواها من الألياف أقل، وهي تعزز وتساعد على نمو البكتيريا اللاهوائية، أي تساعد على تقوية النظام الميكروبيوم في كرش الحيوان، الأمر الذي يساعد الحيوان من الاستفادة بمكونات العليقة. المقدمة له وتقوية مناعته لمقاومة الأمراض أو أي جهاد يتعرض إليه الحيوان، ونظرا لارتفاع نسبة الفسفور في الرض فهي جيدة في رفع الإخصار في الماعز والأغنام، وتساعد على زيادة البيضيات لإنتاج التوائم، وهي مفيدة في عملية الحناية، حناية الأنثى للذكر. وعند تقديم النخالة يجب تنسمها وترطبها بقليل من الماء حتى لا تلتصق بحلق الحيوانات، ويسهل على الحيوان تناول كل مكونات العلية من إضافات علفية، من أملاح معدنية وبيكربونات صوديوم. طبعا احنا بنحط البيكربونات الصوديوم ده اساسي، ومعدل 3 كيلو لكل طن من العلف على اساس انها تمنع تظبط البي اتش بتاع الكرش، ما حصلش اي لا. ونتيجه لغلاء الاعلاف تعتبر اسعار الرضه معقوله بالنسبه لاحتوائها العالي من بروتين قد يصل الى 15%، ولهذا استخدم في كثير من التراكيب العلفيه. ففي فيديو سابق قد وضحت بانه يمكن استخدام 2 جرام من الخميره البيره الحيه يوميا لرأس كل رأس من الغنم والماء، ومن 10-20 جرام لكل رأس من الماشية بقر أو جاموس، ويجب إضافتها أيضا تدريجيا لكي يتعود عليها الحيوان، فهي تساعد الحيوان على مواجهة الإجهاد، وتساعد على إضرار اللبن وتسمين الخرفان، كما تعطى الحيوان
وكما تعطى للحيوان بعد كورسات العلاج بالمضاد الحيوي لتعويض الجسم من لتعويض الجسم بالميكروبات النافعة التي دمرتها استخدام المضادات الحيوية، وبالتالي نقي الجسم من السموم ونزيد من وزن الحيوان. ويمكن استخدام المكونات علفية إضافية أخرى مع الرد، يعني احنا ممكن تبع الإمكانيات الموجودة في البيئة، يعني أنا عندي في المزرعة شيشة مثلا أستخدمها، عندي قمح أستخدمه، عندي بطاطس أستخدمها، عندي أزولة، أي مكونات علفية نقدر تبقى متوفرة في المزرعة أقدر أوفرها، طبعا نستخدمها برضو مع الردة بحيث إن احنا نقدم عليها متوازنة. على سبيل المثال ممكن لو في شعير متوفر ننقع الشعير لمدة 24 ساعة، بعد كده نضيف تلت الشعير، تلت بنسبة تلت إلى تلتين رد، تلت شعير مبلول لتلتين رد. طبعا والمية مش هنرميها، ما احنا هننسم بيها برضو، والباقي نسقيها للغنم لأنها مفيدة في للميتابوليزم بتاع الحيوان، بتنشط الكرش. وكمان ممكن نستخدم الشعير المستنبت، يعني في شعير مستنبت اخضر ممكن نستنبته في صواني او نستنبته على قش رز باي طريقه، ما تكلفش المزرعه، مش لازم اجيب حجر استنبات مكلفه، لا في صواني في المزرعه نعقمها وفي الصواني، أو بنفرد قش رز نرطبه ونحط عليه الشعير ونوليه، طبعا نبخه بالميه وهيستنبت ونقدمه برضو ايه للحيوان. يبقى انا ممكن اقدم مستنبت شعير مع ايه مع الرد، كما يمكن استخدام الشعير احنا قلنا عن النقع الاول تلت وتلتين، برضو الشعير المستنبت الأخضر ده هو ممكن نستخدمه بنسبة 50% من العليق، يعني 50% شعير وخمسين في المية إيه رد، طول فترة ودورة الإنتاج أو التسمية. وكما أنه يمكن استخدام الردة في تركيب عليقة ممتازة للتسمين العجول، بواقع إيه 25 مثلا كيلو، 250 كيلو ذرة ردة وتشيشة بوزن 300 كيلو. كما يمكن وضع 350 كيلو كسر قمح أو دي حتى القمح دي نعملها عليها، طبعا بالإضافة إلى الإضافات العلفية الأخرى من بريمكسات وبيكربونات صوديوم. وطبعا البيكربونات الصوديوم دايما نظبطها يا جماعه، ليه؟ عشان نظبط البي اتش بتاع في كرش الحيوان، عشان نظبط الحموضه يعني، لكي لا تحدث انتفاخات او لكمات، ولا نهمل ايضا اضافه الخميره البيره الحيه اليه. وفي حالة توفر الدريس، يعني عندي دريس جماعة بتوع الوادي الجديد ومثل العمرية والفرافرة، الناس دي تزرع عندها دريس حجازي متوفر، ممكن اخد 100 كيلو دريس حجازي ب 200 كيلو ردة و700 كيلو تشيش، تمام، ونعملها كما سبق بالإضافات العلفية والخميرة الحية للعلية. وعندما أتكلم عن الدشيش فهي لابد أن تكون متوفرة، أنا برضو مثلا ما أروحش أجيب كيلو الذرة ب10 جنيه كتير،
لا بس انا زارع، زارع جزء حوالين الارض، وزارع مثلا فدان او بتاع بستخدم. فلو كانت متوفرة ماشي، زي ما قلت بنحط 100 كيلو ضريس حجازي، 200 كيلو ردة، و700 كيلو جشيش، وبنعملها زي ما عملناها قبل كده بالإضافات العلفية والخميرة البيض. تمام. وأما المزارع التي تزرع الأزولة، في مزارع بيبقى فيها موجودة حوض أزول، فيمكن إضافتها متبلة. يعني إيه متبلة؟ يعني بنطلعها من المية تقعد 3 4 ساعات أو 24 ساعة بره المية. بنقدر نضيفها بنسبة 70% إلى إيه؟ إلى الرد. تمام؟ ودي طبعا بتبقى ممتازة جدا في علايق الإيه؟ الحيوان. والأزولة بإذن الله هنفرض لها حلقة بعد كده ونتكلم على زراعتها، لأن كان لنا تجربة في زراعتها هذكرها لكم، وتجربة برضو في زراعة ال في زراعة ال اه في زراعة ال الأزولة. وطبعا كانت تجربة مريرة، يعني أحكي لكم عليها في الفيديو الجاي. ممكن استخدام مثلا في توفر العيش الناشف، ممكن بنضيفه بنسبة تلت ردة وتلتين عيش، ودي بتبقى تركيبة علفية ممتازة يعني التسمين. طيب في أماكن بيبقى متوفر فيها فرزة البطاطس ومصانع الشيبس بالذات بتبقى موجودة بكثرة ورخيصة، بنقدر نحط حوالي 6 كيلو بطاطس للراس الواحدة زائد 1.5 كيلو من الرد. من مجمل اللي أنا ذكرناه قبل كده يمكننا حل مشكلة غلاء الأعلاف وتكوين علائق ذات مردود اقتصادي ممتاز. لازم، مش هتقف في الحياة. يمكن السنة اللي فاتت كان كيلو اللحم من 55 ل 57 جنيه، السنة دي وصل حدود 75 جنيه. فالفرق بس طبعا لو العليقة ما تصرفناش وابتكرنا طرق نعتمد عليها على نفسنا، مزرعة توفرها، هيبقى جني الأرباح بسيط. فلازم، مش هيحصل لنا يأس أبدا، لازم. هي الحياة دنيا سايرة بغلا برخص، بس عشان ما نخسرش نبتدي نستخدم ونحتك بمربين الآخرين ونشوفهم بيحلوا مشاكل الأعلاف ازاي. هنا بنقدر نعمل علاقة ممتازة تكون ذات مردود اقتصادي مجزي، برضو بقول بشرط التدريج في تقديم العلاقة، وهذا حتى لا يتوقف نشاط المزرعة. يعني أنا ما جيش بعمل المزرعة للماعز مثلا او البقر او الجاموس واجي اقف اودي ابطل خالص، لا، لازم انا فتحت سوق اوزع فيه الالبان بتاعتي او بصنع، لازم اوفر برسيم، زراعة البرسيم، زراعة قبل كده الفول الصويا والمحمل على الذرة. وانا من في الفيديو ده مش عاوز انسى انني أنادي وأناشد شركات إنتاج السلاك، زي شركات ناجحة في مصر كتير، منهم شركة المراعي، إنها تحاول تحمل الذرة الصفراء مع الفول الصويا، ونجرب، هيبقى في هامش ربح حلو،
وبالتالي هتكون بإذن الله بادئة خير لمصر كلها، لأن شركات زي كده بتنتج إنتاج بيكون طبعا إنتاج وفير اقتصادي بالنسبة للبافتات اللي بتزرعها الأرض الفسيحة، فتقدر تساهم في حل مشكلة الأعلاف. وهنا طبعا دايما هنبقى شغالين بإذن الله نحاول نحل المشاكل بتاعتنا، نزرع أزولة، الاسبرولينا، نحاول نشوف التكنولوجيا بتاعتها اللي هي تبقى مبسطة وتناسب المزرعة مثلا، لكي لا تتوقف نشاط المزرعة ونتلافى أي خسائر في الإنتاج. وختاما لكم مني كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيكم جودة فرج، قرية الجديدة، من الآن في شهر 010-5-64-99-82، الأرضي 055-365-49. وإلى اللقاء.